ولا مختل ولا بيشرب حاجة، كان واعي جدا وعارف هو بيعمل ايه. كنت لازم بتاع الوقت ارجع تاني عندي. جالها تهديد قبل الموت بثلاث ايام. ما قالتليش ليه طيب؟ كانت عرفتني هي كتومة ما بتحبش تتكلم كده. ماما انا عماله اجي لك كوابيس النهارده وخايفه، تعالي نامي جنبي. ليله ما صبحت تروح الامتحان. هو قال لها لو انت مش ليا انا هموتك. خلانه اللي قالوا له روح اعمل فيه محضر. لما كلمناهم قالوا ان احنا مش قادرين عليه، اتصرفوا انتوا معاه، هنعمل ايه؟ نيره اشرف اتقتلت قدام الجامعه واداها خبطه عشان تنام على الارض عشان يعرف يذبحها كويس. ده جبروت، ده جبروت، ده جبروت. هي عملت في حياتها؟ ما حضرتك ما عملتش عزا؟ دم بنتي ما بردش، اخد منها عزا ازاي؟ انا عايزه حق بنتي، عايزه حق بنتي والنبي عشان خاطري. مين هيأمل على بنت تطلع دلوقتي تروح الجامعه شاب عشان يعاكسها او عشان عايز منها حاجه، يا اما يقتلها. حرقت قلبي عليك. انا حاسه بكوابيس يا ماما وحاجات كده غريبه، حاجات غريبه. دخلت نمت معاها الفجر. نمت ساعه قبل الحادثه. ليله ما صبحه تروح الامتحان. قالت لي انا خايفه. سمعتها بتقول لوالدتها ماما انا عماله اجيلي كوابيس النهارده وخايفه، تعالي نامي جنبي. فقامت قايمه مامتها راحت نامي وانا نمت في الاوضه مكاني. وقامت الصبح فضبطت لها الفطار وودعتها مع السلامه واديت لها مصروفها ونزلت. متعوده تقلق وتخاف؟ لا 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 نيرة قلبها جامد جدا جدا، يعني ممكن تبات في الشقه لوحدها وما تخافش، يعني اجرأ واحده فينا، يعني نيرة اجرأ واحده فينا. كل ام بتعرف ضناها واللي يميزه، كان اكتر حاجه تميزها ايه؟ نيرة طيبه وغلبانه، كلهم ولادي حلوين، ولادي حلوين. انا لو زعقت بتبص تلاقي ضحكت قلبها ابيض قوي، عشان كده الدنيا اتقلبت عشانها. حاجه كده فراشه، حاجه كده مش على الارض، الاطفال بيحبوها، بيبقوا ماشيين يجروا وراها. واموره كانت حلوه قاعده. ولا انت جميله يا نيره، انا خايفه عليكي من الحسد يا بنتي والله. ما تنزليش صورك هتتحسدي. ما تنزليش اموره، وكل الناس تقول لي يا ماما انا فزت زمايلي، كل الناس تقول لي انت احلى واحده فيهم. والله شفتي مش انا اللي بقول لك بس هتتحسد يا قلب امك. بلاش صور، تنزلي صور هتتحسدي. بتقولها هتتحسدي؟ اه والله هتتحسدي. بلاش الصور اللي انت بتنزليها دي يا قلب امك. تقول لي لا يا ماما، ما كل الناس بتنزل وانا اللي بنزل، ما كل الناس بتحط صور يا ماما وانا لوحدي. اتفضلي يا حبيبتي. مجنون ولا مختل ولا بيشرب حاجه، كان واعي جدا وعارف هو بيعمل ايه. احنا عايزين هنا جابها منين؟ عايزين السكينه من بيتهم، طالع بيها من محله، يعني عارف هو بيعمل ايه كويس جدا. قبل ما يطلع عارف هو بيمخطط للجريمه كويس جدا، واداها خبطه عشان تنام على الارض عشان يعرف يذبحها كويس. قال احنا عايزين الاعدام. طب انا عايز اسالك سؤال. بنتي تموت، الاعدام. سؤال، هو بيقول في التحقيقات ان انا كنت بحبها قوي. وفي واحد بيحبها، انتوا اللي شفتوا اخواتها. ده مبرر؟ هو قال لها لو انت مش ليا انا هموتك، وتهديدات كتير من هذا السياق. جالها تهديد قبل الموت بثلاث ايام. نيره من كتر ما هو بيهدد وبيشتم وبيعمل حاجات مش طبيعيه، خلاص هي اصلا كبرت دماغها من ناحيته وبقت تقول لنا يا مالكوش دعوه بيه، سيبكم منه. ما قالتليش ليه طيب؟ كانت عرفتني هي كتومه ما بتحبش تتكلم كده. كتومه الناس اللي قعدت في القعده العرفيه ليه ما خلصتش الموقف؟